مساء الخير. حلقة الاثنين البوصلة. وقفنا امبارح في بداية الشرح المفصل اللي هنكمله أكيد يعني الفترة اللي باقية قبل رمضان، وبعدين بعد رمضان إن شاء الله عندنا وقت الشرح المفصل لمسألة مشكلة العقلانية الإسلامية مع فكرة تقديس ما جمع وقيل عنه صحيح في السنة، لأن المشكلة ليست مع السنة أكيد زي ما شرحت امبارح. ثم بيان بالطريقة العملية زي ما خدنا بقى في ما بنعمل هنا في البوصلة المشاكل قدامكم، وبرضو هنهيها لما نشرحها بالطريقة اللي عملتها في إعادة قراءة القرآن الكريم وفهمه، والطريقة اللي عملتها في الإجماع والفقه وأساساته، إنه اللي عايز اللي شاف المشكلة مش مشكلة يستمر، هو شايف ده تمام ما عنديش مشكلة خالص، واللي شايف إنه هو نفسه عايش المشكلة في أفكار وظنون وارتياب، ده غير كل القصص اللي احنا عايشينها بسبب ما قدسناه من جمع البشر، يشاركنا ويحاول يشوف الأدلة اللي بنقولها ويقتنع بي أو بغيري. نرجع للموضوع. أنا قلت امبارح آخر حاجة إن المشاكل التي يتضاد فيها العقل الواعي في الإسلام، العقلانية الإسلامية، مع ما جمع من السادة الأفاضل العلماء في السنة مشاكل من أنواع مختلفة، ده دي واحد. اتنين، معلش هقول كلام معقد، اتنين ذات طبيعة مختلفة داخل بقى التفاصيل الأكاديمية في مسألة علم مصطلح الحديث اللي احنا بقول لكم عليها. أما المشاكل اللي هي من الأنواع في السنة القولية اللي أنا قلت لكم عليها المشاكل كلها فيها، مشاكل الجمع يعني، التي تتضاد مع كل شيء، فتعال أقول لك بقى إيه المشاكل. وده الكلام المفصل بقى اللي هو ما عملناهوش حتى قبل كده، قبل كلمة من هنا حديث من هنا عشان يوافقنا في مسألة مثلا نقص العقل ودين، حاجات زمان شفتوها. المهم اللي أنا هعمله المرة دي ده ما تعملش قبل، على الأقل بالنسبة لي. واللي هقوله هقول حاجات تانية خالص وأكاديمية جدا، وهقول حلول كويسة جدا. فنبتديها بقى واحدة واحدة، ما ورناش حاجة. المهم، السنة القولية هذه التي من المفترض بطرقهم اللي أنا شرحتها مبسطا وساعات عميقا زي برنامج الخريطة واحد، المهم اللي فهمها فهمها، أو اللي شاف البرنامج أصلا، أو اللي متابعني حتى أنا بقول دايما أجزاء منها في معرض كلامي في كل الحلقات بطرقهم، أي ما تكون طرقهم جيدة جدا ودقيقة للغاية زي البخاري ومسلم، وهم فعلا أدق اثنين زي ما أنا قلت في جمع الأحاديث عن السند، أو متساهلة جدا زي طريقة الإمام أحمد بن حنبل باعترافه بالمناسبة، كان يقول أنا لا أقول حديثا ضعيفا لعله يوما ما بعد ما هو يعني يذهب يصح. أنت فاهم؟ ولذلك المسند، مسند أحمد البخاري، خلاصة ما أنتجه بعد ما يعني ما بلغتهم اسمه صنفه يعني، وأخرجه 7000 وحاجة حديث، 320 مسلم، 6000 وحاجة مسند أحمد بن حنبل فيه 48000 حديث بالتكرارات من غير تكرارات، المهم إن هم 48000. ليه؟ لأن هو كان دي طريقته، هو عالم ومبجل وما حصلش، ربنا يرحمه كالعادة، لكن دي طريقته، بيقول لك أنا لا أقول حديثا ضعيفا لأنه قد يصح يوما ما من سند آخر، فأنا هسيب الحديث اللي يجي لي هسيبه، وبعدين أنتوا تشوفوا بقى هو صحيح ولا مش صحيح. طبعا كثير من هذه الأحاديث ضمت إلى يعني حاجات كتير قوي بعد كده، عملت أحكام فقه وحاجات جميلة قوي. المهم، وكان أحمد بن حنبل مثلا برضو لمعلومياتكم يعني، ده ابتداء كده لسه معلومات أولية، أنه يرى أن الحديث الضعيف أولى من القياس ومن الرأي ومن إعمال العقل ومن المصالح المرسلة ومن كل الأشياء اللي فيها إعمال عقل إنساني، فيقول لك لا الحديث الضعيف أولى، رغم الحديث الضعيف أنا مرة قلتها في الخريطة اللي بحكي عنها دي دايما، أن الحديث الضعيف هو حديث لم يثبت أن قاله رسول الله. أنتوا فاهميني؟ يعني احنا بنعترف أهو اسمه حديث ضعيف أنه لم يقله كذبا على لسانه، فكيف يكون الكذب أولى من إعمال العقل؟
ازاي جابها دي احمد بن حنبل الله يرحمه، يعني رحمه واسعه، العالم الجليل المفضل المفضال، بس ازاي جابها؟ ازاي الكذب، الكذب الممنهج المقصود، لان الحديث الضعيف ده يعني شبه الموضوع كده، يبقى افضل من اعمال العقل تحت اي ظرف من اعمال العقل حتى لو خطا، اوصلنا نتيجه خطا يعني، دي حاجه بسيطه. المهم عملت بقى فينا ايه بقى؟ السنه، السنه التي جمعت وقيل انها صحيحه 100%. وانا قلت لكم اصحاح سته مش اتنين، اصحاح سته، وانا قلت اسماء امبارح وقلت الكتب اللي بره الصحاحه كمان. خد من ده كله بقى، ده اللي شكل الوعي الاسلامي واحكام الفقه، مش البخاري ومسلم. على قدر ما في البخاري ومسلم من عمل بشري طبعا في اعلى درجات الجوده، لكنه نحن نقر على الاقل التيار العقلاني انه في احاديث ضعيفه البخاري ومسلم. طب على كده يا ريت كنا خدنا بيهم وسكتنا، انتوا فاهميني يعني؟ طيب اقعدوا يا جماعه خلاصه الاحاديث المدققه، وانا موافقك. طب ايه بقى؟ خد بس بدول واعمل احكام الفقه، في مشاكل فيهم انما كانت هتقل بنسبه 70% عن المشاكل اللي انت خدتها من الكتب التانية. فانت قلت الحديث البخاري ومسلم هم اصح اتنين في الحديث، اه بس هاخد منهم ومن غيرهم اللي ما دققوش خالص، واللي دققوا نص نص، واللي حطوا الموضوعات والمكذوبات كلها والاسرائيليات، كله تاخد منه. فانتجت فقه بعيد قوي يعني، بعيد قوي قوي عن روح الاسلام. فنرجع للموضوع، من هذه الاحاديث التي جمعت في مجموع بقى الكتب كلها، عشان كده بقول لكم المساله مش في البخاري ومسلم، وان كانت هي بتصفى في الاخر على البخاري ومسلم، لان هو يقول لك ده المقدس بقى صحيح، فنقول له يا جماعه حتى ده مش صحيح، مش كله، لكن هناك عمل بشري. ربنا زي ما قلنا بقى الاسبوع اللي فات، مش هعيده ولا قبل اللي فات، ربنا أقر أنه لا يمكن يكتمل ولا يعني يكون عملا بشريا يساوي كلمة الكمال، هو بس ليه هو. فنرجع لموضوعنا، فالمشاكل بقى متعدد. خد بقى الطرق اللي جاية دي بالترتيب، دي بقى اللي مش هنعيشها في ده بس، لا دي الأمثلة العملية بقى هنعيش حياتنا عليها، يعني احنا بنأسس للكل اللي هي تنقيح السنة الكلي اللي ياخد له 5-6 سنين. خد بقى واحد، مناقضة أساسات الإسلام وأهدافه الكبرى، حفظ الدماء، حفظ النفس، حفظ الدين، السلام، وإن جنحوا للسلم فاجنح له، أساسات الإسلام الأولى ضربت في مقتل من مجموع الأحاديث التي جمعت عن رسول الله. فده عمل إيه؟ ده دمر سورة الإسلام، ثم دمر تعاملات التنفيذية التي أقرها ما يسمى الخلفاء، ما من أول يعني بني أمية، عشان ما تقولوش أنا بجيب سيرة الراشدين، فأصبح الإسلام فعلا ينفذ كده 1400 سنة. الحمد لله 1300 يعني إلى أن الحمد لله ربنا يبارك فيه مصطفى كمال أتاتورك أسقط هذا الوهم يعني. فزائد أن العالم كله يعيش وعاش وسيعيش في دمار بسبب هذه الأحاديث التي انتسبت زورا للرسول، لأنها تناقض أساسات الإسلام الموجودة في القرآن. سؤال، أين أساسات الإسلام بمناسبة يعني؟ من القرآن، ثم تتبعها السنة، لأن النبي محمد تابع لله وهو نفسه يقر بذلك. لما واحد قال له ما أراد الله وأراد رسوله، جابوا شدوا كده قال له ما فيش حاجة اسمها ما أراد الله وأراد رسوله، في حاجة اسمها ما أراد الله. وفي الحديث الشهير الصحيح المتواتر لأبو ذر الغفاري، قال له من قال لا إله إلا الله فقد دخل الجنة. هنا مش عشان حاجة طبعا، رسالة محمد احنا مؤمنين بيها، لكن عشان ما يخليش شهادتنا بالرسالة مساوية في قدرها الأعظم للتوحيد، لأن هو نفسه جاء سيدنا محمد عشان التوحيد، جاء على قوم أو على أقوام أو على شيء بيشرك مع الله أحدا. فإن إحنا نقول أن أساسات الإسلام موجودة في غير القرآن، ده افتئات على الله، افتراء. لكن أن النبي وسنته يتبعون ما في القرآن، ده طبعا هو نفسه كان قرآنا يمشي على الأرض، وصف السيدة عائشة
يعني ليس فقط في الخلق، بمناسبة أنه يعني ده جزء من اللي هنقول الوقت في مشاكلنا مع ما جمع من الأحاديث التي قيلت أنها صحيحة يعني. فكان القرآن بمعنى إيه؟ يعني تابع له، مش بس موضوع الأخلاقيات. آدي جزء من المشكلة وجزء كبير. اتنين، في المسألة التنفيذية، الأحاديث التي أباحت الدماء ليس فقط مناقضة للإسلام، بل هي مناقضة لما لوظيفة ومهام الرسول والرسالة. يعني الرسول يحارب حين الضرورة ويحارب دفاعا، مش سيدنا محمد بس، أي رسول. وده اللي أقره القرآن مرارا وتكرارا رايح جاي. لما تيجي زي ما قلت لكم حلقات آيات القتال هنفصل في ده تفصيل مهم وتاريخي في نظري لنظرتنا للقرآن، لأن احنا أساسات إعادة القراءة قلناها خلاص، فساعتها التفسير هيبقى سهل. فهذه الأحاديث التي أباحت الدماء دمرت بقى كله، دمرت الإنسانية، دمرت أهداف الإسلام نفسه، دمرت أهداف الرسالة، وشككت الفرد المسلم لو عنده فطرة وعقل أن هذا يكون كلام نبي يريد خيرا للعالمين، لو عنده فطرة. ولذلك يقول على طول بفطرته الطبيعية أبدا رسول الله ما يقولش كده، ولا يكون عمل كده، ولا حارب بالشكل ده، ولا فعل الأفعيل دي، حاجات بقى كتير 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 سيبكم منها الوقت. دي نوع تاني من المشاكل. النوع الثالث صورة الرسول نفسه، ودي قصة كبيرة 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 متشعبة، مش موضوع أخلاقياته أو موضوع معاملاته أو موضوع حروبه ونزاهته أو موضوع نبوته أصلا، لا الموضوع أكبر من كده بكتير حبتين، بس لازم أطلع فاصل دقايق وارجع.